انا عملت ايه؟ عملت كل خير، مسحت المكان، نظفته، حطيت فيه خيام، جبت لكم اماكن الارض، قعدت اجتهد عشان اجيب لكم رجل هناك. انتوا بقى اللي قاعدين ايه؟ لا المكان وحش انت كده تشكر، بس انت حضرتك مين التاجر، انا ولا انت؟ لا انا. بس انت جبت زبونك انت مين يا حاج؟ ايه اللي طلبته؟ انت طلبت ايه من المحافظ؟ طلبت يروح يبصوا على مترجمان هناك، بس يبصوا عليه بقى يشوفوا الوضع هناك وضعه ايه. فين انت؟ فين؟ طب انت ايه اخبار البيع هناك يا حاج؟ يا ابويا مفيش حد هيروح لحد هيجي. انت قلت له ايه طيب؟ انت قلت للمحافظ؟ قلت له روح هناك حضرتك بص على المكان، المكان لو مناسب احنا نقف فيه وفجرت من فوق. قال لك ايه طيب المحافظ؟ قال لك هجي لكم هناك ولا ايدي ولا يسال فيني. يعني انت حضرتك لو رحت هناك الترجمان تبص عليه مدينا في الدور الثالث او الرابع مع الجلسات بتاعه العربيه. سمعنا ولا يعني مودينا في الدور الثالث مع الجلسات بتاع العربيه، ويقول لك تنزل تطلع الساعه 8 وتخش الساعه 8، ولو دخلت الشغل ما تطلعش بيه، لو سيبناها السنه. هو وعدكم ان هو يجي لكم هنا؟ مش عارف هيجي لنا ولا لا.